ها هي الحياة تمر بنا، وها هو العمر يمضي، وبينما نحن بالأمس القريب كنا نقول مهلا يا رمضان، ها نحن اليوم تمر بنا الحياة لنقول أهلا يا رمضان. وإذا مد الله في أرواحنا سنقول أيضا مهلا يا رمضان. حياة ودنيا تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. أيها الكرام، إذا كان تجار الحياة تجار الدنيا يجهزون لرمضان قبل بشهر وقبل بشهرين، يجهزون من التجارة ومن البضاعة ما يجهزون، أما أنا لأهل الذنوب والمعاصي الذين يريدون أن يتاجروا مع الله، الذين يتاجرون يريدون التجارة الرابحة مع الله في رمضان، أن يجهزوا لرمضان؟ فوالله إن قلوبنا اشتاقت لرمضان، وإن أرواحا أتعبتها الذنوب قبل رمضان اشتاقت لرمضان، وإن والله أرواح كسرت من المعاصي قبل رمضان بألف مرحى ومرحى تقول أهلا يا رمضان. إي والله، ونحن تمر بنا الأزمات وتتكالب علينا الفتن والذنوب والمعاصي تشرق وتغرب بنا، نقول والله ما أحوجنا إلى رمضان، وكم ندعو الله أن يبلغنا رمضان، فهو والله راحة المتعبين. إن رمضان راحة المتعبين، وكم تعبنا والله قبل رمضان، وكم أتعبتنا الحياة، وكم أتعبتنا الهموم، وكم أتعبتنا الغموم. فتعال يا رمضان، وتقدم يا رمضان لتكون راحة لنا، لتكون خلوة لنا مع الله، لتكون سكينة لنا مع الله. وأقول أيها الكرام، والله من علم أن رمضان هو فرصة لأن نصطلح مع الله اشتاق إلى رمضان، من علم أن رمضان فرصة لأن نصطلح مع الله عرف أننا بحاجة إلى رمضان. ولهذا أيها الكرام، إلى أهل الذنوب أهل المعاصي، والله جاء شهر الخيرات وكلنا أهل الذنوب وكلنا أهل المعاصي، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نريد أن نستقبل رمضان بقلب عمر الذي جاءه رجل من أذربيجان يريد مقابلة عمر أمير المؤمنين، فوصل في الليل فظن أن عمر أمير المؤمنين في هذا الوقت نائم، فقال أذهب إلى المسجد النبوي وأجلس فيه وأنتظر حتى يأتي الصباح فأقابل عمر. فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه، وإذا به يسمع رجل ينادي ويصرخ بأعلى صوته، ينادي في ظلام الليل في المسجد النبوي، يقول يا رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ يا ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فلما انتهى قال له الرجل من أنت؟ قال أنا عمر. قال يا الله، أنت عمر؟ أنت عمر؟ قال نعم عمر. قال يا عمر أفلا تنام الليل؟ أنت تتعب في النهار، أفلا تنام الليل؟ قال يا رجل أنا إن نمت ليلي كله أضعت حقي أمام الله، أنا إن نمت ليلي كله أضعت حقي أمام الله، وإن نمت نهاري كله أضعت نفسي أمام رعيتي. ما أروع أن نستقبل رمضان بقلب المشتاق، بقلب الملهوف، بقلب الذي يريدنا عند الله، شعاره أن رمضان هذا لن يسبقني إلى الله أحد. إذا الناس تبكي إذا سبقها الناس إلى الدنيا وإلى سيارة وإلى عمارة، لا، أعظم البكاء أن تبكي إن سبقك جارك إلى الله، لأن سباق السيارات والعمارات والدنيا والمال سيفنى ولن يبقى والله، ولن يبقى والله إلا السباق إلى الله. دقوا باب رمضان بقلب مشتاق،
دقوا باب رمضان بقلب محب، دقوا باب رمضان بقلب منكسر إلى الله، وقولوا أهلا يا رمضان، لن يسبقني فيك أحد إلى الله، لن يسبقني فيك أحد إلى الله. وأقول في الختام أيها الكرام، سئل ابن مسعود رضي الله عنه، قيل يا ابن مسعود كيف كنتم تستقبلون رمضان، كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال والله ما كان الواحد منا، اسمع أيها الحبيب، والله ما كان الواحد منا يجرؤ على أن يستقبل رمضان وفي قلبه حقد على مسلم، والله ما كان الواحد منا يجرؤ على أن يستقبل رمضان وفي قلبه حقد على مسلم. ماذا لو رأى ابن مسعود رجال يضعون آباءهم في دار المسنين؟ ماذا لو رأى ابن مسعود رجال لا يكلمون أخواتهم أو خالاتهم أو آبائهم أو يعقون أمهاتهم؟ ماذا لو رأى ابن مسعود أن هناك رجال ينتظرون رمضان وقد أكلوا حقوق أخواتهم في الميراث؟ ماذا لو علم ابن مسعود أن هناك رجال يدقون أبواب البنوك على أبواب رمضان ليأخذون القروض الربوية ليعلنوا الحرب على الله وعلى رسوله؟ ماذا لو علم ابن مسعود أن هناك من الناس من يستقبل رمضان وهو يأكل حق الأيتام وهو يأكل حق الصغار؟ ماذا لو رأى ابن مسعود ورأى دنيانا ورأى حياتنا كيف نستقبل رمضان؟ مصيبة والله، مصيبة أن يأتي رمضان إلينا أبيضا ناصعا ونستقبل رمضان بقلوب سوداء، مصيبة والله أن يأتينا رمضان الذي كان الصحابة يرحبون برمضان ويسألون الله أن يبلغهم رمضان قبل قدومه 6 أشهر ويبكون على فراقه الدم بعد فراقه 6 أشهر، ومن الناس من يأتيه رمضان وهو لا يكلم أخوه، لا يكلم جاره، وقد أكل حق هذا وظلم في المحاكم هذا وصنع هذا وصنع هذا. مصيبة والله. لو عبدنا الله ليل نهار وصمنا رمضان كله وحججنا بيت الله الحرام وفي رقاب العباد علينا حقوق، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لن يبلغ تلك العبادة إلى السماء السابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان. Thank you.